وبعضها تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة. وقد سمعتم بأن أحد أهم أركان أوبك قرر عدم الالتزام بالحصة المخصصة له ورفع حصته، وإن ذلك سوف يغرق السوق بمنتوج النفط، مما يتسبب في تدني أسعار البرميل بالنسبة للنفط، مما سينعكس سلبا على كل برامجنا وطموحاتنا وأهدافنا الاقتصادية. إننا نهدف معا من أجل تعضيد حكومتنا، من أجل في لإخواننا في البرلمان أو في مختلف المجالس المنتخبة أو في مختلف المواقع الموجودة، من أجل إعادة الاعتبار للقدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للجزائريين والجزائريات، للحفاظ على كرامتهم وسعادتهم. وبعضها تحديات إقليمية نتيجة تهديد استيطان الكيان الصهيوني بحدودنا الغربية المباشرة، بتسليم تام من نظام المخزن المغربي. وقد تابعتم اجتماع مجلس الأمن برئاسة رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد على القوات المسلحة، مما صدر عليه وتلته بيان أو صدر عنه بيان لوكالة الأنباء الجزائرية من خطورة حمل صهاين ومخابرات صهيونية لجوازات مغربية يراد بها مس أمن واستقرار هذا الوطن العزيز الغالي. وأيضا ازدياد الوضع الأمني تعقيدا بمنطقة الساحل المشتعلة، بما يؤثر على تغيير الخارطة الجيوسياسية وموازين التأثير، واحتطام صراع النفوذ الاقتصادي والمد الأمني للاعبين الدوليين والإقليميين، جدد إثر انهيار النفوذ لبعض القوى والفراغات التي أحدثتها دول استعمارية قديمة وعوضتها دول أخرى، سواء تسمى مشاريع إقليمية أو ما تحت كونية ما فوق إقليمية، أو لقوى أو لدول وظيفية تمثل إرادة قوى أخرى تمثل أجندات لا تنتمي لها، وليس بالأصالة وإنما نيابة عن قوى أخرى. وبعضها تحديات كونية مرتبطة بالمحيط الدولي المضطرب وتحولاته العميقة والمتسارعة، والتي باتت تؤثر بدرجات متفاوتة بأجزاء كثيرة في العالم، ومنها بلدنا الجزائر جراء ما تفرزه من استقطاب حاد